إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل علينا الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى علينا وعلى عباد الله سبحانه. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنعم كلها منه سبحانه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن هذه النعم ما حصل من توالي زيارات إخواننا أهل السنة من دعاة ومناصرين للدعوة ومشايخ أفاضل. زارنا أخونا محسن اليماني، ثم بعد ذلك زارنا أخونا الفاضل حمود اليماني، والأول قد عرفتموه وهو من إخواننا الدعاة إلى الله سبحانه، والثاني مناصر من المناصرين لهذه الدعوة من الشادين لأزرها فيما نحسبهم، والله حسيبه هو وإخوانه وغيره كثير من أهل تلك البلاد المهرة، جزاهم الله خيرا على ما يقومون من جهود في سبيل نصرة الدعوة. ثم زارنا اليوم بفضل الله ضيوف أفاضل كرام، يقدمهم أخونا الشيخ الفاضل أبو اليمان عدنان المسقري حفظه الله، وهو من تعلمون القائم على دار الحديث ومركز الألباني، الإمام الألباني رحمه الله في دار السلام. وقد تجسم صعاب الطريق ليزور إخوانه في الله عز وجل أهل السنة في عدة مناطق، ثم حط رحاله في هذه المدينة، مدينة مونزة، زائرا لإخوانه مكثرا لسواد أهل السنة. وهكذا ما نرجو من الله عز وجل أن يحصل في زيارته من الخير بما يحصل من محاضرات وتذكير لإخوانه ولنا جميعا، وهكذا نصح وتناصح وتآزر وشد لظهور إخوانه، فجزاهم الله خيرا هو ومن قدم معه وجميع الحضور. ونقول لهم: حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وطبتم وطاب منشاكم، وطاب ممشاكم، وتبوأتم بإذن الله من الجنة منزلا. وهذا شأن أهل السنة، أنهم أهل سنة وجماعة متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سائرين على منهج السلف، وهكذا مجتمعون على السنة، ولهذا سموا أهل السنة والجماعة. فالسنة مقرونة بالاجتماع، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة. ومن أخص أوصاف أهل السنة والجماعة الاجتماع على الحق والتناصر فيه، ومن أخص أوصاف أهل البدع الفرقة. قال سبحانه: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال ابن عباس رضي الله عنه فيما روي عنه: هم أهل البدع.
وبخلاف ذلك أهل السنة والجماعة. قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. شأن أهل الحق أهل السنة والجماعة أنهم أهل السنة واتباع لها واجتماع عليها، ولهذا كان من منة الله عز وجل عليهم أن جعل من وجوههم يوم القيامة بيضا على خلاف وجوه أهل البدعة والفرقة. وفي هذا يقول ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قال ابن كثير بعد ذلك: قاله ابن عباس وغيره. فهذا مروي عن حبر الأمة ومترجم القرآن رضي الله عنهما. ونالوا أيضا الرحمة من الله عز وجل. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وجاء هذا مبينا في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال أهل العلم: ولذلك خلقهم، خلق أهل السنة للاجتماع عليها، وخلق أهل البدع وأهل الباطل للفرقة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلق أهل السنة للتناصر والاجتماع ولإقامة الدين، وخلق أهل البدعة وأهل الضلال للفرقة. وهذا من حكمة الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإن من ما هو من أعظم المقومات لهذه الأصول، أصول التكاثف في السنة والتآزر في الله عز وجل والولاء فيه والبراء فيه، من أعظم مقومات هذه الأصول العظيمة التزاور في الله سبحانه. ولهذا من شأن أهل السنة والجماعة أنهم يتحرون التزاور فيما بينهم عواما وطلبة علم ودعاة ومشايخ، استجابة لأمر الله عز وجل ولما جعله الله عز وجل من الفضائل العظيمة وما وعد به أهل الحق القائمين بذلك من الثواب الجزيل. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سيجعل الله لهم ودا، أي بمعنى يجعلهم وادين ومودودين متحابين فيما بينهم، وبذلك ينالون محبة الله عز وجل كما جاء في أدلة كثيرة من بين هذه الآية، ومن بينها ما جاء في الموطأ والمسند من حديث معاذ في ذلك من حديث القدسي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. وهذا واجب أوجبه الله عز وجل على نفسه، وهذا لعظيم هذه الخصلة، أن من قام بهذه العبادة العظيمة التي هي التزاور في الله سبحانه وجبت له من الله عز وجل فضلا منه وامتنانا المحبة. وإذا حصلت محبة الله عز وجل لعباده مكن لهم في الأرض وفي دعوتهم،
كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أن الله قد أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. وهكذا في جملة آيات وحديث كثيرة وأدلة وآثار سلفية كثيرة تعلمون كثيرا منها، ولكن من المهم تذاكر مثل هذه الأدلة في مثل هذه المناسبات. فعودا إلى بدء، نرحب مرة أخرى بإخواننا الضيوف والحضور، وعلى رأسهم أخونا الشيخ الفاضل أبو اليمان ومن حضر معه، وممن حضر معه إخوان أتوا من بلاد بعيدة تجشموا كذلك صعاب الطريق لا لشيء إلا لزيارة إخوانهم في الله سبحانه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب أجرهم وأن ينفعنا بما نسمع من آيات الله والذكر الحكيم، وإن شاء الله نصلي السنة. ثم بعد ذلك يتفضل أخونا الشيخ عدنان جزاه الله خيرا بإلقاء محاضرة على إخوانه.